يلتحق بنا من لندن هاتفيا المتحدث باسم المعارضة القطرية خالد الهيل. أهلا بك أستاذ خالد. أبدأ معك أستاذ خالد، يعني بيان الشيخ عبد الله كان واضح للجميع، كيف تقرأ هذا البيان؟ أولا في بدء الأمر الشيخ عبد الله بن علي كان بيانه بيان أكثر من رائع، بيان وحدوي يوحد الصفوف القطرية، خصوصا في دولة قطر لدينا الكثير من الفئات الإصلاحية والمعارضة لنظام الحمدين. وبيان الشيخ عبد الله أكد لنا أن هنالك مرجعية ما زالت موجودة في قطر، سواء كانت من الشيوخ أو الأعيان. الشيخ عبد الله بن علي اليوم أعتقد بيانه تاريخي لكل شعب قطر، يوحد الصف وفي نفس الوقت يجعلنا يعني مؤمنين بأن مستقبل دولة قطر سيكون بخير ما دام هنالك رجال بحجم الشيخ عبد الله بن علي الثاني اللي أبدى المصلحة الوطنية على مصالحه الشخصية. هو يعلم بأن هذا البيان لن يتم يعني لن يتم قبوله من تنظيم الحمدين القبول الإيجابي. لذلك نحن انا اؤكد في نهاية الامر بان سمو الشيخ عبد الله بن علي الان وحد الصف القطري قبل ان يوحد الصف الصفوف المواطنين الذين في الخارج. لدينا حقوق كثيرة مسلوبة، لدينا أمور كثيرة يجب تصحيحها في الداخل، لدينا ملفات كثيرة في قطر يجب أن نناقشها. لم يكن لدينا المرجع سمو الشيخ عبد الله بن علي الآن أصبح مرجعية معتبرة، ويجب على كل شعب قطر الآن الاصطفاف والحديث مع سمو الشيخ عبد الله في طاولة الحوار لكي نصل إلى حلول. لدينا ملفات دعم الإرهاب، لدينا تحول دولة قطر من دولة عربية أصيلة إلى دولة تبنت أو دولة أصبحت تعيش على تحت حماية الفرس والترك. كل هذه الأمور أمور غير مقبولة من الناحية الشعبية. على الشيخ عبد الله بن علي أن الشيخ عبد الله بن علي أن يستمع إلى كل فئات المجتمع القطري، سواء القطريين الأصليين الذين تم سحب جناسيهم بسبب يعني نظام الحمدين، وبسبب أيضا الأمور الكثيرة التي تحصل داخل دولة قطر الآن من غير حق. هم انتهكوا الدستور، هم يعتبرون دولة قطر دولة دستورية، ولكن في حقيقة الأمر هي دولة تحكم بفكر الحمدين. ونحن الآن متضررون جدا. لماذا تجد مواطنين قطريين يعيشون في الخارج الآن؟ مواطنين قطريين يعني من دولة تعتبر من أغنى دول العالم تجدهم مشردون في الخارج، تجدهم لا يستطيعون العودة إلى بلادهم خوفا من انتقام السلطات القطرية بسبب فقط محاولتهم إصلاح ما يمكن إصلاحه. نحن مواطنون قطريون لا نقبل بتوجهات النظام القطري الحالي. النظام القطري أضر بنا كثيرا، أصبحنا محرجون أمام أشقائنا في دول مجلس التعاون وأمام المجتمع الدولي. فكلما ذهبنا إلى دولة أوروبية نسمع ملف تمويل الإرهاب، عندما نذهب إلى الرياضة نسمع ملف رشاوى كأس العالم وفساد كأس العالم، عندما نذهب إلى كل مكان نجد هنالك ملفات كثيرة يجب أن تحل. لذلك الحوار الوطني هو الحل، وكلنا نقبل بسمو الشيخ عبد الله بن علي أن يقود هذه الحملة الإصلاحية الكبيرة الموسعة. وأنا مؤمن وواثق بأن شعب قطر الآن في وضع لا يحسدون عليه بسبب ممارسات النظام القطري الخاطئة. كان تميم بن حمد يستطيع أن يحل الأمور أمور كثيرة إذا ما تم التخلص من العقول المدبرة وهما نظام الحمدين، ولكنه أصر على أن يجعلهم المرجعية فخسر شعبيته وخسر وطنه، وها هو الآن يحاول أن يلتف حول دول العالم كلها أنه هو يصحح الأمور. ولكن تصحيح الأمور في قطر ليست بدفع المليارات لدول العالم في محاولة أن هم يكسبهم في صفة، ولكن التصحيح الحقيقي هو أن تجلس وتصحح الأمور الداخلية والخارجية. ولا أعتقد أن تميم بن حمد في الوقت الحالي طيب مستعد لمثل هذه الأمور. نعم أستاذ خالد، أنت تحدثت قبل قليل عن بيان الشيخ عبد الله تاريخي ودعا إلى وحدة الصف أيضا. بالتأكيد أنت رأيت البيان وقرأت البيان وتمعنت في هذا البيان،
هذا البيان بالتأكيد أنه يحمل دلالات كثيرة لما تضمن من رسائل مهمة إليك وللشعب القطري أيضا، برأيك ما أهم رسالة في هذا البيان؟ والله شوف يا طال عمرك، أهم بيان، أهم ما جاء في بيان الشيخ عبد الله هو أنه لم يقبل بأن دولة قطر تخرج من العباءة والثوب العربي، وهذا ما ينم عن أصالته وأصالة شيوخ قطر. الشيخ عبد الله بن علي هو أخو حاكم وولد حاكم وحفيد حاكم ورجل دولة من الطراز الأول، وله شعبية كبيرة في قطر، لذلك خروجه أضر بمصالح الحمدين تحديدا، مصالحهم الخبيثة، ولكنه صحح الكثير من الأوضاع لشعب قطر. هو قال أدعو الحكماء والعقلاء من أبناء الأسرة الكرام، وأنا أعتقد بأنهم كثر وأنهم يعني ملتفون بإذن الله حول ما جاء في بيان الشيخ عبد الله بن علي. أما بالنسبة لأعيان الشعب القطري فهم مهمشون منذ المسك الحمدين الدولة، فكانوا فعربوا العجم وعجموا العرب، ووضعوا أهل قطر الأصليين المؤسسين في على الهامش، وقربوا المرتزقة أمثال القرضاوي وعزم بشارة وغيرهم، وأحلهم محل المواطن القطري الأصيل. ما جاء في بيان الشيخ عبد الله بن علي هو رسالة واضحة إلى الشعب القطري الكريم تحديدا. نعم. وهذا أمر رائع حقيقة. نعم، كان معنا من لندن المعارض القطري خالد الهيل حول بيان الشيخ عبد الله الثاني والدعوة لاجتماع قطري وطني. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد.